طيب امبارح طبعا كانت مباراه مهمه جدا في بدايه استئناف الاهلي لمبارياته في بطوله الدوري بعد فتره توقف كبيره دامت لحوالي 5 أشهر غاب عنهم النادي الاهلي وكل انديه الدوري. طبعا الكره المصريه كانت متوقفه تماما بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن الاهلي تحديدا عاد امبارح، فبالتالي الحياه كمان عادت لجماهيره اللي كانوا طبعا مترقبين هذه المباراه بفارغ الصبر. لكن بتحديدا في الجانب الفني او يعني انطباعات جمهور النادي الاهلي عن هذه المباراه، واحنا كده كده هنرصدها على مدار الحلقه، لكن في حاله من الرضا عن اداء الاهلي، رضا نسبي في الحقيقه، لان طبعا طبعا احنا ما كناش منتظرين اكتر من كده من الاهلي امبارح، لان انت بقالك 5 شهور ما بتلعبش مباراه رسميه. لكن الاهم واللي واضح للجميع ان الاهلي واقف على رجله، الفريق واقف على رجله فنيا وبدنيا كمان قبل فنيا، وده ان دل يدل على شغل كبير جدا اللي عمله الجهاز الفني بقياده مستر رينيه فايلر تحديدا من الجانب البدني. من اول ما الدوله قالت يا جماعه يلا عايزين تلعبوا او نرجع نستأنف النشاط هتبتدوا تدريبات، الاهلي على طول عمل المساحات بتاعته واشتغل على نفسه وابتدى كمان مبكرا جدا. لو تفتكروا الاهلي يعتبر اول فريق ابتدى استعداده لاستئناف بطوله الدوري. النتيجه بتاعت الكلام ده بانت في مباراه امبارح من خلال فوز جيد جدا بنتيجه 2-0 على فريق انبي، الفريق القوي جدا بمدير فني محترم جدا الكابتن حلمي طولان اللي عمل مباراه كبيره بصراحه، والاهلي فاز بهدفي محمد هاني وعلي معلول وكان فوز جيد. ان شاء الله نتمنى الاستمراريه في ما هو قادم. وبالمناسبه زي ما حضراتكم طبعا عارفين ان الاهلي بيستعد من خلال كل هذه المباريات لبطوله دوري ابطال افريقيا ومباراتي نصف النهائي امام فريق الوداد باذن الله تعالى في الشهر او مع نهايه شهر 9 تحديدا. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي، لان بطوله الدوري ايضا بطوله مهمه، وبجانب بطولة أفريقيا اللي بإذن الله هنستعد ليها من خلال ما تبقى من مباريات في بطولة الدوري.